اختاره للشعب المصري كله، القضاء المصري، وعلى رأسه مجلس القضاء الأعلى. ظهره للشعب المصري بدأ بإيه؟ بدأ بقرارات الإفراج عن قتلة المتظاهرين، وبدأ عن سيل من البراءات، ثم اختتم اليوم بأننا حضرنا هنا لمقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو يعلم يقينا أننا قادمون إليه، إلا أنه بمجرد علمه بقدوم المسيرة أعلمون أنه خرج من باب آخر. وهذا يؤكد أن مجلس القضاء تضامن مع الدوائر الأخرى حتى لا يستطيع الشعب المصري تقديم طلباته. طلبنا للمجلس الأعلى كان طلب بسيط مقدمينه من أكثر من 20 يوم، وقلنا له فيه إذا كانت الأحكام تصدر باسم الشعب فمن حق الشعب المصري إنه هو يعرف الإجراءات ويشوف إجراءات المحاكمة بتتم إزاي. ده كان إيه؟ كان إن هو يلغي قرار الحصر، كان إن هو يستثني هذه المحاكمات من قرار الحظر. ادي الطلب اللي احنا، الطلب البسيط، الطلب السهل، هم فما بالكم من المحاكمات. طب يا فندم ناوي تعملوا ايه؟ يا فندم ناوي تعملوا ايه؟ الغدر قادم من القضاء لا محاله. اليوم القضاء المصري يغدر بالثوره، يغدر بالشعب المصري، وعلى القضاء ان يعي، ان يعي. يوم الجمعة القادم هو مطلب الثوار في ميدان التحرير، أن يكون المطلب الجوهري هو علانية المحاكمات وإعادة حبس قتلة المتظاهرين مرة أخرى، وتطهير القضاء وإنشاء محاكم خاصة من قضاة يستشعرون أن هناك ثورة في مصر. إن القضاء المصري لم يستشعر حتى الآن أن هناك ثورة في مصر، بخلاف قضاء مجلس الدولة. كما قلت، قضاء مجلس الدولة هو القضاء الشريف، هو القضاء النزيه، القضاء الذي انحاز إلى الشعب المصري. أما القضاء العادي فأقول وبحق أنه غدر بالشعب المصري. نحن وأنتم في ميدان التحرير يوم الجمعة ليكون مطلبنا مطلب واحد، الشعب المصري بالقضاء النزيه. احنا بنطالب بالقضاء النزيه، بنطالب بالقضاء. يوم زمان يا يوم.